ما أحلاك أيتها الصغيرة. أهلا وسهلا يا عمرة. دمت في خير سيدتي. أهلا بك يا عمرة. أرجو منك العفو يا أم ثابت، لقد سببنا لك إزعاجا بمجيئنا. أنت وهذه الطفلة لن تسببا الإزعاج. الإزعاج ما يسببه المختار الذي صير البيت ساحة حرب، وها أنت ترين بعينك. أنت كثيرة التذمر يا نارية، ألا ترينها وقد أبعدها المختار؟ ماذا تقول هذه المسكينة؟ إن لم أتذمر ولم أقل شيئا سأنفجر. دعيني أنا على جانب، ما ذنبك وأنت في هذا العمر وقد أرغمك على الغربة؟ إذا تحليت أنت بالصبر فلن أحس بالغربة. لا تضغطي على نفسك نارية، فبعد كل هذه السنين التي عشتها معه لابد أنك قد تعودت على تصرفاته. سيدتي، أين أضع هذه الأشياء؟ في الغرفة الأخيرة؟ لا يا دربي، خذها إلى غرفتي، فأنا وعمرة سوف نعيش فيها معا. حسنا يا سيدتي، سأفعل ما تأمرينني إياه. عفوا سيدة دوما، أخشى أن تسلب حرة راحتك، هذه الطفلة كثيرة الحركة. مهما كانت لم تبلغ عشر ما كان عليه المختار، فأنا أعرف كيف أروضها. تعال تعال إلى هنا. في قيامنا هذا كلما كانت إراقة الدماء قليلة كان ذلك لصالح دولتنا ودوامها واستقامتها. ثلث أهل الكوفة في بيعة آل الزبير، ولا أظن السيطرة على الكوفة ستتم من دون مقاومة. نحن سنضطر إلى خوض حرب معهم، وأنتم تعرفون حرب المدن ومشاكلها أيضا. اسمع يا إبراهيم، أمير الكوفة لا جيش لديه يحارب به، وكل ما عنده عدد من الشرطة والحرس، ولذلك ستدعمه القبائل التي اتحدت معه وبايعت، وقد يتصالح مع الأمويين ليقابلنا بهم، وهذه هي قوات الوالي. أجل، علينا أن نستبق الأمور. كيف يكون ذلك يا أبا إسحاق؟ نتحدث إلى رؤساء القبائل المعارضة لنا، نطمئنهم بأن لا خطر عليهم ما داموا لم يدخلوا الحرب ضدنا ولم يعمدوا لمساندة الوالي علينا. هل تعني جميع رؤساء القبائل المعارضة أم بعضهم؟ إلى بعضهم، ممن كانوا متفرجين يوم عاشوراء ولم يساهموا في الحرب. في السياسة الحرب آخر التدابير، والله يعلم أنني لم أكن موافقاً على الحرب الأهلية في الكوفة، وقد حاولت وبذلت كل جهدي، والله على ما أقول شهيد، لكن قيام المختار خطير جداً ولا يمكن دفعه أبداً بالسياسة والمداراة والمذاكرات والمباغتات. فالمختار يريد السيطرة والحكم على الكوفة، يريد حكماً علوياً مستقلاً عن حكم الحجاز، ومن أول أهدافه القصاص من أعداء آل علي، وتذكروا كلامي جيدا، سوف ينتقم منهم انتقاما دمويا. صدقوني هذه هي الحقيقة ولا غير ذلك. صداقتي القديمة به جعلتني أعرف عنه الكثير.
أنا كنت شاهدا على إعطاء الخليفة حكم إمارة الكوفة للمختار، لكنه رفضه. عندئذ انتبهت إلى أهداف المختار ونواياه المشبوهة فقطعت علاقتي به. والآن أيها الناس، أنتم مخيرون، فإن كنتم لا تخشون حكومة المختار التي ينوي إقامتها، فأنا سوف أحزم أمتعتي وأعود إلى مكة في الحال. وإن كنتم لا تطيقون مثل هذه الدولة، فعليكم أن تتحدوا، عليكم أن تتحدوا جميعا، وألا تخافوا من الحرب الأهلية مطلقا، وانزلوا بسيوفكم إلى الميدان لنهزم المختار وجماعته. أخبرني مما تضحك يا ابن سعد. عفوا يا أمير، من أجل تنوع الحديث ومنع تهوع الحاضرين من اشترار حديث التكرار هذا، أريد أن أحكي لكم طرفة. يقال إن ثعلبا رأى ذات يوم جملا نائما، عندها أراد أن يمازحه، فعقد ذيله إلى ذيل الجمل، فنهض الجمل وبقي الثعلب معلقا في الهواء. فرآهما شخص فسألهما ما هذا الذي أراه، فأجاب الثعلب باكيا: هذا يا سيدي حال من يتصل بالعظماء، وهذه الحكاية التي أرويها لكم تحكي حالنا نحن الثعالب الضعفاء الذين عقدنا ذيولنا بالأمراء العظماء أمثالكم أيها الأمير. عمر، أرقت ماء وجوهنا. أي ماء وجه يا شمر؟ أنا وأنت كمثل الذي لا حصل عنب الشام ولا كرم اليمن. قل لي الآن، هل تتذكر ولاة الكوفة السابقين عند دخولهم الكوفة كيف كانوا يتقربون لأهلها بنا ثم يقذفون بنا خارج القصر؟ لا تخلط الأمور ببعضها يا ابن سعد، أنا أختلف عن الذين سبقوني والفرق واضح. لقد اختلط الحابل بالنابل يا أمير، الكوفة تريد أميرا يعرف الكوفة جيدا. كم أنذرت الأمراء من خطر المختار، ولكن هل أصغى أحد منهم لي؟ هل حاول أحد منهم أن يتفهم هذا الموقف؟ أما الآن وقد تحول المختار إلى ثعبان خطير تريدون أن تدقوا رأسه؟ لن تستطيعوا. ثم من أين نعلم أيها الأمير أنكم لستم متواطئين مع المختار للإيقاع بنا؟ نعم متواطئون لتلقوا بنا في فم هذا الثعبان الماكر. بالله عليك أيها الأمير، ألم تكن أنت صديقا للمختار؟ ألم تكن أنت الوسيط في صيغة ربط المختار بالخليفة الزبيري؟ أجبني، هل كنت أم لا أيها الأمير؟ كفى يا ابن سعد، كفى، أسكت، أسكت. سوف أكتب للخليفة أن ابن سعد هو أدرى بأموري الكوفة من أي أحد آخر، وهو المستحق الوحيد للإمارة عليها، وعلى هذا فاعزلوني ونصبوه أميرا. ما هو رأيك يا ابن سعد؟ أتظن الناس بلهاء إلى هذا الحد؟ ما الذي حمل المختار على هذا القيام، أنا أم أنتم الذين تلطخت أيديكم بدماء الحسين وأهل بيته، وها أنتم قد أصبتم بالجنون لشدة خوفكم من المختار فتتهموني بالتآمر مع المختار ضدكم؟ يا لها من سخافة. الويل من هذه الجهالة، الويل من هذه الحماقة. الأمان من عقم الرأي، الأمان من عقم الرأي. كلكم تعلمون أن عمر بن سعد واقع هذه الأيام في الوساوس والأوهام، حتى أنه يخاف من ظله. لما دعوتوه إلى هذا المجلس؟ لو لم ندعه لرفع ضدنا التقارير للخليفة كما كان يفعل، ويكتب له بكل أخباري، بكل أخبار ابن يزيد يوما بيوم. هذا الرجل مهووس. أيسمح لي الأمير بكلمتين؟ قل يا شبث، قل. نحن دعوناكم إلى هنا كي نناقش الأمور بالشور والتدبير. أنا لا أعرف ما سبب حماقة ابن سعد، أنا لم أتعرض له بسوء مطلقا. ابن آدم خطأ، وخطأه هو الذي أخرجه من الجنة. كلنا معرضون للأخطاء، وعمر غير مستثنى من هذه القاعدة. ليتكم أعطيتموه بعض الحق. الكل يهاجمه ويقدح به، والطعن بالألسن يأتيه من كل جانب، ويسمع الكثير من الكلام الجارح. عمر رجل قوي، له سمعته وله مكانة لا يستهان بها، وحضوره في هذه الظروف ضرورة لا غنى عنها، لا سيما في هذه الأزمة التي نمر بها. لسنا مخالفين لحضوره، ولهذا دعوناه إلى مجلس الشور هذا.
كما ترى هو الذي يثير هذه الضجة للمعاملة مع الناس أساليب، فأوكله علي، أعرف كيف أعيده لجمعكم. أنت موكل عليه من قبلنا، عامله بما تراه واجبا، ولتعلم أن أمر المختار خطير ولكن ليس بهذا الحد الذي يجعل ابن سعد محبطا. ادخلوا الميدان بكل قوتكم واحتلوا أحياء الكوفة وميادينها وسيطروا عليها، ولا تدعوا كائنا حيا يتجول فيها دون إذنكم. عند ذلك أعدكم بأن إياس بن مضارب وشرطته سيتمكنون من القضاء على المختار وأعوانه، فإذا قمعتم زعماء الشيعة سوف يستتب لكم الأمر. عد إلى رشدك يا عمر، لا تقلب لنا ظهر المجن. والله إن ظفر المختار بنا سيتحول كما زعمت إلى ثعبان يلتهمنا، وها أنا أحذرك يا عمر. دعوني وشأني واهتموا بأنفسكم، وجدوا ما يخلصكم من ورطتكم، أما أنا فأعرف كيف أتعامل مع المختار. إذا كان لديك ما تقوله سنوافقك عليه. ما الذي تقوله يا شبث؟ ألستم أنتم الذين انحنيتم أمام هذا الوالي الذي لا أقبل به بوابا؟ فاذهبوا أنتم وأميركم، لا حاجة لي بكم بعد الآن. أنت من أحد عقلائنا يا عمر، وهذا النوع من الكلام لا يليق بك. عمال آل الزبير هؤلاء المنافقون المفسدون، لم يدعوكم إلى مجلسهم حبا بكم أيها المغفل، بل لأنهم بحاجة لكم أيها الحمقى. هم يستغلونكم، انتظروا حتى يحققوا ما يريدون، فقط عندئذ سوف ترون كيف يقذفون بكم في المزبلة. ما بك؟ هل جننت يا ابن سعد؟ لقد صدق الشمر عندما قال إنك مصاب بالسوداء والتواهم. طبعا كلنا نعلم أن آل الزبير لا يتوددون لمرضات الله، بل لحاجة في نفوسهم، ونحن نخدمهم لكي لا نقع تحت رحمة المختار. أتعرف ما معنى أن يظفر بنا المختار؟ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. أنتم تريدون أن تصبحوا ملعبة في أيدي الزبيريين، اذهبوا. أما أنا فأفضل أن أقتل على يد المختار، وهذا خير لي من أن أكون ألعوبة لهؤلاء المفسدين الفاسقين. إن أمرك يثير الشك يا عمر، هل تريد أن تتعاون مع المختار؟ لم ينقطع السبيل بي بعد يا شبث. متى ما طلعت الشمس من ناحية الغرب أو جرى الماء من الأسفل إلى الأعلى، عندئذ يتصالح عمر بن سعد مع المختار. بيني وبين المختار منافسة شرسة منذ الصبا، وكلانا صابران على هذه المنافسة السجال وإن كنت الغالب دائما، وسوف ترى كيف أحصو دم المختار في كأس مرة واحدة. هذا إن نجوت أنت من حد سيف المختار. أبو نواز، قلل من شدة النار لينضج الطعام بهدوء. حاضر سيدتي. أم شهاب، المل. حاضر سيدتي. حتى متى سيبقى هؤلاء ذاوين مقيمين يطعمون ويخدمون؟ من أين لي أن أعلم؟ هذا الجيش لا أظنه يبرح المكان ما لم يأكل ما في هذا البيت كله كالجراد. وأخيرا ظهر آل الزبير على حقيقتهم الشنعاء، فقد اتحدوا مع مجرمي كربلاء للتصدي للقيام. إنني أعد اللحظات لهذا اللقاء كي أطهر الأرض من هؤلاء الأرجاس أمثال عمر بن سعد بعون الله تعالى. شريطة أن يدخل ابن سعد مع أصحابه الفاسقين الميدان. صحيفة فاسق كعمر بن سعد سوداء بما فيه الكفاية، لا حاجة ليدخل الميدان، سنوافيه في منزله. آه!
المقاتل في الفرقة الضاربة يستخدم كل ما يملكه سلاحا من شاله وعمامته أو زمام مركبه كما ترون هنا. إلى أين؟ ذاهبة إلى صيد قاتل أبيكم. قاتل أبينا؟ هذا القاتل لم تلده أمه بعد. هل انتقلت عدوى جنون أبيك إليك؟ تنح جانبا. التردد في الأزقة ممنوع، وأبي قد منعنا من الخروج من البيت. وإذا خرجنا ما الذي سيحصل؟ قد لا يحصل شيء، لكن أبي لا يريد أن تقف زوجته أمام حاكم الكوفة بتهمة خرق قانون منع التجوال في الكوفة. تنح أيها الولد. هل تريد أن تؤدي لي دور الكبار؟ إذا فتحت باب الدار سأقتلك أيتها المرأة. نعم؟ افتح الباب لتري. أنا لا أصدق ما أراه. هل هذا ولدي الذي قد سل سيفه في وجهي؟ يا للمصيبة، يا ويلي، كم أنا بائسة. أغمض سيفك بني، هذه ليست عدوة، هذه صديقة. أجل صديقة، ولكنك تلقيت الطعنات من الأصدقاء. ولو كانت صديقة لما خرقت القانون يا أبي. أنا لن أدعها أبداً تخرج من هذا البيت. أترين يا جارية، إنه يذكرني بأيام شبابي، إنه ذكي وغيور. ما الذي يجري للولد وأبيه؟ ما هذه اللعبة الخطيرة؟ ماذا لقنت هذا الولد حتى جعلته يفقد كل عواطفه الإنسانية؟ ما أتعسك يا جارية؟ ما أتعسك يا جارية؟ يا لسوء حظك التعس يا امرأة. أنا ولدت هذا الجني حقا؟ فعلا لا أصدق ما يحصل. أتريد أن تقتل أمك أيها الشيطان؟ عجبا، ها قد عادت تبكي. أبت، ها هؤلاء النساء ما بهن؟ ماذا بهن يا ولدي؟ إنهن ثرثرات متباكيات مولولات. لا، ماذا تفعلين يا أتشهر سيف علي يا ابن الكلب؟ سأريك أنت وأباك ما لا تتصورانه. سأقتلك. إرباً، إرباً. لا تضربيني يا امرأة، سأمزق أحشائك. كفى، دعيني. ماذا تفعلين يا جارية؟ أجلت يا امرأة. أنت أصمت ولا تتكلم. ما يقع في هذا البيت هو نتيجة تعليمك الهدامة. لقد دمرت البيت، ولن أسكت على أفعالكما أنت وابنك. هيا قل إني أخطأت، قل إني أخطأت. اهدأي يا سيدتي، اهدأي. أنت الخاطئة لا أنا. لا تقل شيئا يا حفص، بالله عليك. لقد صدق حدسك يا أبا إسحاق، المطالبون بدم الإمام الحسين المزيفون قد اتحدوا مع قتلة الإمام الحسين وقرروا أن تحتل كل قبيلة معادية لنا حيا من أحياء الكوفة. وما هي أخبار عمر بن سعد؟ من غرائب الصدف أن عمر هو الوحيد الذي لم يخرج معهم. يبدو أنه على خلاف مع أصحابه فقرر اعتزالهم، وقد عينوا شبثا يتحدث معه. أخبر إبراهيم فورا ليأتي إلي هذه الليلة. حسنا يا أمير.
تذهبي يا أمه، فالكوفة تحت سيطرة رجال الحكومة، قد يقتلونك. ليقتلوني أفضل من هذا السجن الذي حبسنا أنفسنا فيه. إلى أين يا جارية؟ أنا ذاهبة إلى بيت أخي المختار. لماذا؟ لأي شيء؟ كي أحصل على ورقة أمان. ولكن من هو المختار كي يعطيني ورقة أمان؟ اسمعي يا جارية، إذا وضعت قدميك في بيت المختار لا عودة لك إلى هنا، وسأكسر ساقك إن عدتي. أنت تسمي هذا الجحيم بيتاً؟ تعلم جيداً أنه جاء دور المختار الآن. تملقت كثيراً لآل أمية وآل الزبير وعمالهم ولكل من هب ودب، فلماذا لا تريد أن تجرب التقرب من المختار ولو لمرة واحدة؟ هذا مستحيل يا جارية، لا أريد أن تكرري اسم أخيك المختار، فهو لا يساوي عندي شيئاً أبداً، ولست بحاجة لورقة أمان. حسناً، أنا سوف أذهب لكي أحصل على ورقة أمان لي ولأولادي. لا تذهبي يا امرأة، لا تجعلي نفسك ذليلة، فالمختار منذ سنين ينتظر هذه اللحظة. لا تذهبي. قاتلك الله أنت والمختار. ألم تسمعي بمنع التجوال؟ إنه ممنوع. عفواً سيدتي، افتحوا الطريق بسرعة ليرافق السيدة بعض الشرطة إلى مقصدها. لا حاجة، فلو كنت أريد من يرافقني كان لدي من يفعل. كيف أيتها السيدة؟ إلى أين؟ إلى بيت أخي. لماذا أنت وحيدة؟ أليس برفقتك رجل؟ وما هو شأنك؟ ربما رجالنا ماتوا، لما تتدخلون في شؤون الناس؟ كفي عن الحدلقة يا امرأة، وإلا سأعاقبك لإهانتك رجال أمن الدولة وخادميها. أتؤدبني يا فاقد الأدب والحمية؟ لو كنت تعرف الأدب لما سددت الطريق علي. أنا أكون زوجة عمر بن سعد، تعالوا أدبوني. أنت يا سيدتي ينبغي أن تجلسي في المحمل ليحملك الخدم، لا أن تترددي بمفردك بلا ملازمين. حبذا لو أعلمتنا باسمك لكان انتهى الأمر. وهل سألتموني عن اسمي؟ اسمحي لرجالنا كي يشيعوك. وهل لديكم هذه الجرأة لتشيعوني إلى بيت المختار؟ اسمعي يا عمرة، هذه مهمتك أنت، أنت القادرة على الوساطة بين جارية والمختار. ناريا، أنا والله خائفة، تعرفين المختار جيدا. علينا أن نتوسل جميعا السيدة دون. أعد عمر بالأمان بشرط واحد. بأي شرط؟ أن يتعهد عمر بأن لا يدخل الحرب لا هو ولا قبيلته ضدي، وأن لا يتحد مع أعدائي، لا مع الأمويين أو الزبيريين. أقسم بالله إن عمر قد اتخذ هذا القرار، ولهذا لا هو ولا قبيلته نزلوا إلى الميدان أو سيطروا على مكان من الكوفة. إذا كان قد عمل خيرا في حياته فهو هذا، أبلغيه أن يلتزم بقراره. حفظك الله ورفع قدرك يا أخي، ليتك كتبت ورقة أمان لنا، بهذا قد يبقى عمر على موقفه. أية ورقة أمان؟ لا شيء واضح حتى الآن، كلامي هو ورقة الأمان، وإذا انتصرنا بعون الله تعالى سوف أكتب لكم ورقة الأمان. المختار إذا وعد وفى بوعده، لا تصر يا جارية. وأنت افعلي كما في السابق، لا تترددي على هذا البيت، وإلا فأنصاري سيتركونني.
توقفوا. هذا إبراهيم. جماعة نحل الأشتر ما أن شمت رائحة شهد الحكم على الكوفة حتى زحفت كي تتنشق الشهد لتحوله عسلا في خلية المختار الثقفي. أنتم ألا تعرفون منع التجوال في المدينة؟ شمائلكم تدل على أنكم متمردون. من هو زعيمكم ليتقدم كي أعرف من أي فصيلة من الحيوانات أنتم؟ نحن من البشر ولا نفهم ألسنة الحيوانات. هل فيكم من يتكلم بلسان البشر ليتحدث معنا ونتحدث إليه بدورنا كالبشر؟ وأنتم لو كنتم بشرا لاحترمتم حكم الأمير ولما خرقتم حكم منع التجوال. أنت موقوف يا إبراهيم. ولكن بأي جرم؟ أولا يا إبراهيم بخرق قانون منع التجوال، ثانيا أنت قاصد إلى بيت صديقك المتمرد المختار واسمك موجود في قائمة المتآمرين على الأمير، ثالثا كفى كلاما وافتح الطريق. وإن لم أفتح؟ يا أبا قطن تعال. هل أذهب يا أمير؟ اذهب واقنعه أن يستسلم وإلا سنفتك بهم جميعا. سمعا وطاعة. أهلا وسهلا يا إبراهيم. يا أهلا أبا قطن، أعطني رمحك لأراه. إبراهيم، وصلت أخبار خطيرة عنك وعن المختار. القبائل نزلت إلى الميدان والكوفة في قبضة 10,000 مقاتل يحرسونها، وأمير الكوفة يتوقع منك أن ترفض مبايعة المختار وأن تعتزل المعركة أيضا يا إبراهيم. اسمعني أيها الأمير، هذه الحرب غير عادلة. لقد قتلوا أبي غدرا، سأرمل جميع نساء النخعيين. سوف أقتلك يا إبراهيم، سأثكل أمك يا إبراهيم، سأشرب من دمائكم أيها الملحدون. انهض يا راشد، انهض. لا يليق ببطل مثلك أن يبكي هكذا كالنساء. انهض وشمر عن ساعديك وخذ بثأر أبيك. لقد قتل أبوك في معركة شرف. هذا الجرح لا يلتئم إلا بالقصاص. أقسم أنني سأقتلك، سأقتلك قبل الطلوعين، وسأرفع رأسك على الرمح يا إبراهيم. مرحى يا بطل، مرحى. فأنت منذ هذه اللحظة أصبحت أميرا على شرطة الكوفة. اذهب وأكمل ما بدأه أبوك أيها البطل. هيا. أجل يا أمير. وأخيرا قد وقعت المصيبة. لا بارك الله بك يا مختار، يا مثير الفتن والأحقاد. الخير فيما وقع. لقد سجل إبراهيم الخطوة الأولى من القيام. لقد استطاع أن يقتل صنديدهم إياس بن مضارب. إياس لم يكن الرجل السهل. إن خبر مقتله خبر صاعق سيزلزل العدو بلا شك. لنتفاءل بهذه الواقعة خيرا ولنبدأ القيام من هذه الليلة. هذه الليلة أيها الأمير هي 12 من شهر ربيع الأول، وكان قرارنا الليلة 14 منه، فكيف نستطيع أن نخبر أصحابنا بذلك؟ أعرف هذا، ولكن
بقتل ابن مضارب سيهاجمنا العدو من كل جانب، وإذا لم نقم سيقضي علينا. توكلوا على الله وابدأوا القيام هذه الليلة. هؤلاء يخططون لشيء ما؟ ربما. لا شك أن شيئا ما قد حدث الليلة. أرجو ألا يكون قد حدث شر نارية. الشر الذي قد يحدث الحرب، ذلك الشيء الذي يتوق له المختار، فأنا واثقة من أن هذه الحرب ولات حين مناص. الحرب واقعة لا محالة، فلنرجو ألا يكون العدو قد باغتهم، فالمختار لم يجمع أنصاره بعد يا أخته. مرحى مرحى يا مختار، أقسم بالله إنني لم أشهد لحظة أحلى من هذه. يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين. موعدنا بستان زائدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ابن منقذ، اذهب وأشعل النار في الحطب على سطح البيت. طالة عمري حتى أرى قيام المختار. يا منصور وعليك، يا منصور وعليك، يا منصور وعليك. ماذا تقول النجوم؟ هل نحن في السعد؟ الليلة رصدت باسمك كوكبا وهو أكثر نورا من الليالي السابقة. حسناً أمه، لقد جاءت الساعة الموعودة. على حبي الإمام علي إلى الأمام. الكوفة قد اشتعلت، هل أحرقوا البيوت؟ لا يا أمير، قد أشعلوا النيران فوق السطوح. لماذا؟ هذه من معجزات المختار، كنت قد سمعت أنه عندما ينهض المختار تشب النار من سطوح المنازل. عجبا، إذن فالمختار لا يدعي الحكم وحسب، بل يدعي الرسالة أيضا. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذه الألاعيب لا تستبعد من هذا الشيطان. لا شك أنه لا يزال لديه الكثير من هذه الخوارق. استيقظوا، لا نوم بعد الليلة. أنصت، هل تسمع شيئا؟ أجل يا منصور أمن، هذا شعار أصحاب غزوة بدر. ومنذ الليلة سيكون شعار أصحاب المختار. ما أحلى القتل والقتال. سيد الشمر، أين الشمر؟ هل من حادث جديد؟ ألا تسمع الصيحة؟ لقد وقعت الواقعة، ألا ترى؟
النار شبت في بيوت الكوفة. أيها الجندي، ما لك تثير الضجة؟ ما بك؟ سيدي، لقد أمر الأمير بإحضارك. أرسل الرماة ليأخذوا مواقعهم، ليسددوا على كل شاردة وواردة يشكون بأمرها. زهق، تعال معي. تقبل عزائي أيها الأمير المعزة. حقا أن إياسا كان ظهيرا قويا وأسفاه. لقد تركنا على عجل، ليرحمه الله وليحشره يوم الحشر مع الصالحين. آمين. شمر، مقتل إياس خسارة كبرى، بل مصيبة عظمى. لابد أنك قد سمعت بكيفية مقتله. لقد قتلوه غيلة وغفلة، وهذه الحادثة إنذار لنا جميعا بأن العدو قد يستخدم كل الأساليب ليصل إلى غاياته. إن هذا الحادث أقوى حجة لنا للقيام بقتال المختار وصد تمرده. أنا وعشيرتي معكم حتى آخر قطرة من دمائنا، ولا تخش ما يحدث حولك هذه الليلة. مرحى يا ابن ذي الجوشن، مرحى. عدوكم قد أظهر هذه الليلة شراسته الخفية، وها أنتم قد شاهدتم بعيونكم وعرفتم نواياه. لذلك أردت منكم أن تحضروا إلى هنا الليلة لتجددوا البيعة. فهذه البيعة تشبه بيعة الرضوان. حشركم الله مع الشهداء من أصحاب بيعة الرضوان. آمين. يا أمير، معظم أصحاب المختار الثقفي من أعاجم الديلم، فالمختار بفعلته هذه قد ساوى بين الموالي والعرب معا، وهذا ما يسيء لشرفنا، ولن نقبل بهذا العمل أبدا. فكيف يقبل له دينه أن يساوي بينهما؟ فأنا سأقاتله بقوة لتصرفاته الهوجاء هذه. أحسنت يا شبث، أحسنت. كل حركات المختار هذه دلائل لصالحنا وحجج ضدهم. يا أمير، أهل الكوفة قد اجتمعوا في المسجد وهم ينتظرونكم. حسنا، إذن اذهبوا وأعدوا صفوفا جديدة لصد المختار وجيشه الأعجمي الديلمي. يا منصور وعلت، 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 يا منصور وعلت. هذا الهدير لا يصدر عن أقل من 3000 شخص من الناس. هذا كيان ومبادراته الجميلة.
يا أبا إسحاق، سنلام على إعداد جيش كبير من الأعاجم، هل فكرت بجوانب الأمر؟ أجل يا إبراهيم، أعرف ذلك، وأعرف أن أشراف العرب لا يرون في الأعاجم إلا موالياً. إن هذا يا إبراهيم لا يروقهم أبداً، وسيزدادون عناداً ونقمة علينا. فما رأيك أنت؟ لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، كلنا أخوة هنا، هذه سنة إمامنا علي. وإذا لم تكن لدولتنا نكهة الإمام علي فلا خير فيها. نحن ما قمنا إلا لإحياء دولة الإمام علي، ولم نقم إلا لإحياء عدل الإمام علي. إنك الخلف الصالح لمالك الأشتر، والله سبحانه وتعالى يحب المختار لأنه جعلك إلى جانبي يا إبراهيم. لا تحرجني يا أبا إسحاق، أنت فضلت علي كثيرا هذه الليلة، لقد أصلحت بمرؤتك هذه كل ما أفسدته أنا، وقد غضضت الطرف عن أخطائي، لم أقصد قتل إياس أبدا، أرجو الله ألا يكون الشيطان هو الذي أمرني على طعن ابن مضارب. نيران المختار هذه الليلة علامة على جهنم التي قد أعدها. ما ذنب عوائل الناس التي روعها بنيرانه؟ لقد حرم المختار ورجاله النوم على الناس. أيها الأمير، إلى متى تعاملون هؤلاء المتمردين بالمرونة والملاينة؟ المختار يريد أن يسلط الأعاجم علينا ليتشفى لآل علي من أهل الكوفة، بالله عليكم ما بكم؟ إذا تسلط الأعاجم على الكوفة فما على العرب إلا أن يقتلوا أنفسهم غيظا. هؤلاء يحلمون بالحكم على الكوفة منذ زمن، ولا ينبغي لنا أن نجعل لهم علينا يدا، وإلا سنعرض أموالنا وأرواحنا وأعراضنا للخطر. أصمت أصمت، لقد دعاكم الأمير في هذه الليلة ليستعين بكم للغلبة على الخوف من المختار. من أفضل النعم على الإنسان العقل، ومن شر النقم على الإنسان الجهل. ولله الحمد، لله الحمد، لقد فضح الله عدوكم فعرفتموه على حقيقته، وها هو قد طغى وتمرد واعتدى، فاعتدوا على من اعتدى عليكم ولا تمهلوه أبدا. ما دام ثبتت على عدونا الحجة فقد وجب علينا الدفاع عن أنفسنا وأموالنا وعن أعراضنا. الموت للكاذبين، الموت للكاذبين، الموت للكاذبين، الموت للكاذبين. دعوتكم هنا كي ألقي عليكم خطبة أعلمكم فيها عن أخطار العدو وأكاذيبه وخططه الماكرة، لكنكم ولله الحمد نابهون عالمون، فلا حاجة بنا للخطبة، فلا تخافوا من نعرات العدو وأساليبه، فالله سبحانه وتعالى سوف ينصركم على أعدائكم الكذابين الضالين. فكونوا أيها الناس يدا واحدة كي تهزموا الأعداء، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. الموت للمختار، 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 الموت للمختار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تقبل الله، تقبل الله، تقبل الله، تقبل الله. عبد الرحمن. نعم يا أمير. قل لعبيدة أن يأتي. عبيدة.
عبيدة، الأمير يريد حضورك عنده. تقبل الله يا أمير، هل من أوامر؟ تقدم. تقدم بعد. هل أنفخ؟ لما لم تحضر الصلاة وأين كنت؟ أتظن أنني قد احتسيت الخمرة؟ والله لو ثبت عندي أنك عقرت الخمرة لأقمت الحد عليك. شكرا يا أبا إسحاق، بعد كل هذا العمر لم تعرفني بعد؟ أنت لا تثق بي يا أبا إسحاق؟ أستغفر الله ربي. سامح. أنا لن أغفر لك. تغيب بغتة وعندما ترجع تعودك اللصوص فتختفي فتثير الشكوك. ألا يحق لنا أن نشك بك؟ لا فائدة من هذا يا أبا إسحاق، أنت قد ظننت بي سوءا، فإن لم تراضني أنا لن أسامحك أبدا. كيف أستطيع أن أراضيك؟ بالحد، علي أن أجري عليك الحد أمام الجميع. أنا أكثر منك جنونا، لست ابن أبيك إن لم تفعل. أيها الأخوة. عفوا عفوا يا أبا إسحاق، أنا كنت أمزح، لا تكن جادا. إما أن تجري الحد أو تعفو عني. لقد عفوت عنك، غفر الله لك ولوالديك. أرضيت الآن؟ وأين كنت؟ للتجسس والاستطلاع على العدو. أعداؤنا لا يستهان بهم فعددهم كثير. شبث بن ربعي على 4000 رجل مقاتل يحرس المسجد، وابن الحجاج على رأس 2000 رجل يقف غربي المسجد، وراشد بن إياس على 4000 يحرس السوق، وابن ذي الجوشن والحارث بن يزيد على رأس 3000 مقاتل في حي بني سليم. كيف استطاعوا أن يجمعوا كل هذا العدد في هذا الوقت القليل؟ مبادرات أهل الكوفة لا يمكن التنبؤ بها بسهولة. يبدو أن التفاف العجم حولك قد أعطى أعداءنا ذريعة ليحرضوا الناس ضدنا، بحجة أن المختار يريد أن يسلط الموالي عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لقد أتممت الصلاة في عجالة يا شبث. ألم يكن من الأفضل أن تقرأ سورة أطول من سورة العاديات؟ الديلم في عكر داركم، وتريدونني أن أقرأ البقرة أو آل عمران؟ ما هذا الكلام أيها الجنود؟ لعلكم خفتم من لقاء جيش المختار فتريدون أن أطيل الصلاة كي تؤخر الحرب. ماذا حل بكم أيها القوم؟ هذه ليست المرة الأولى التي نقابل بها جيوش الأعاجم، فلماذا تعطون هؤلاء الموالي حجما أكبر من حجمهم؟ لعلها خدعة من خدع المختار أيضا. أية خدعة؟ أقسم لكم إن العرب الذين في جيش المختار هم أشد خطرا من الأعاجم. ماذا حل بكم؟ أتنسون إبراهيم الأشتر وتخشون حفنة من الأعاجم؟
المختار يريد أن يشغل أفكارنا بهم كي يفاجئنا بابن الأشطر بضربات موجعة فيخلص علينا جميعا. إن عدد مقاتلي العدو 3 أضعاف مقاتلينا، وهذا أكثر مما كنت أتوقعه. على أي حال، هذه المواقف قد اعتدناها، فأنا مثلا ومن هم في عمري هذا والأكبر منكم سنا يتذكرون أمثال هذا الموقف الذي نحن فيه. لكنني أقول للشباب، لا تغرنكم كثرتهم، فإن النصر معقود على الإيمان وهمم الرجال وصمودهم وحبهم وإخلاصهم للهدف الذي يقاتلون من أجله. فتوكلوا على الله، والله يؤيد بنصره من يشاء، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. نحن سنهاجم العدو من 3 محاور: إبراهيم على جناح راشد بن أنس، ويزيد بن أنس على جناح شبث بن ربعي، وأنا على جناح الشمر. فإذا نصركم الله عليهم وأخذوا بالفرار فلا تتعقبوهم، وإذا رأيتموهم قد دخلوا البيوت أعطوهم الأمان، وإياكم ثم إياكم أن تدخلوا البيوت، لأن دخول منازل الناس ليس من شيمنا ولا من عاداتنا أبدا. واعلموا أن للمشاة في حرب المدن أهمية قصوى أيها الإخوة، إذن فليكن همكم الأول إبادة مشاتهم عن بكرة أبيهم، وعليكم الحذر من رماتهم، لأنه يحتمل أن يعمدوا إلى التمترس على الأسطح. بعد النجاح في تنفيذ هذه الخطة، موعدنا هو دار إمارة الكوفة. يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين. لقد جاءوا، سودنا جاءوا، هو جيش النهضة قد دخل الكوفة. ممن سمعت؟ لم أسمع من أحد، بل رأيتهم بعيني صفوفا متراصة، أول الجيش في الكوفة وآخره في بستان زايدة. يا لها من هيبة الكوفة، راحت تهتز. ألست تلك العمارية التي رجمت عمر بن سعد أنت وعشيرتك بالحجارة؟ أنا هي، لقد رجمناه حتى راح قابعا بفضيحته، لا يجرؤ أن يري وجهه للناس، وقد أرحنا المختار من شره لبعض الوقت. هذه هي التي قادت جيشا من النساء بإشارة من ابن مرجانة، فسحبنا رجالهن الذين كانوا مع مسلم بن عقيل من أعناقهم فسببت بقتله. اتركوني، هيا تقدم، اتركوني أرجوكم. ماذا يجري؟ ماذا فعلتم بهذا المسكين؟ سيدتي، هذا الكلب جاسوسه شبس، كان يقف في الزوايا لينقل الأخبار إليهم. كاذب، والله كاذب، لم أفعل شيئا، أقسم بالله لم أفعل شيئا. يا له من كاذب غشوم، أنا رصدته ورأيته يراقب زوايا الحي كي يعطي أخباراً لشبث العازم على الهجوم على حي المختار ليشعله بالنار. ابن كامل، ماذا يفعل هؤلاء؟ ما هذه الفوضى في التشكيلات؟ لقد هجموا علينا من الخلف يا أبا إسحاق، قائدهم ابن حجاج الزبيدي، لقد حاصرونا يا أمير. افتح ثغرة واسحب قواتك إلى الخلف. حاضر. كيان، كيان،
اذهب إلى إبراهيم فورا وقل له أن لا يتجه نحو دار الحكومة، فقد هاجمنا ابن حجاج الزبيدي من الخلف. قل لإبراهيم أن يهاجمه من الخلف. أسرع. هل حصرنا يا أمير؟ أجل أسرع، نحن في أزمة. أسرعوا.